نيجي بقى للسايتس، وعايز مثلا اعمل وليكن هنا في الاربعه فيس دول رايت كليك اكسترود انر واخدهم لجوه خالص كده، والمره دي عايز سكيل. تم اتاكد ان انا مطلعتش بره التوبولوجي بتاعي وان الدنيا معايا تمام وكويسه. تمام، ناخد كده رايت كليك اكسترود انر بسيطه عشان اخد بدء. عارفين الخطوه دي هتختصر خطوه البيفل واكسترود لجوه. تمام بالشكل ده كده. سالب 20 مثلا، حاجه بالمنظر ده كده. تمام، حاجه كده مثلا، ده كده ديتيل اتعمل هنا. هاخد مثلا اخد الاثنين دول رايت كليك اكسترود انر واكسترود دول كده مثلا. طب دول بقى عايز اعمل لهم سكيل. خلي بالك انا مسكت السكيل اهو، بص كده باظت، مع انه والله ممكن تبقى شكلها حلو بس مش عايز كده. تمام، كنترول زد، كنترول زد تاني. انا عايز اسكيل، بس عايز اسكيل. بصوا كده المحاور اتجاهها فين، كده كده كده. طب انا هسكيل ازاي؟ انا عايز المحاور دي يبقى اتجاهها زي الفيسز دي. واحد يقول لي اطلع من فوق اعمل كده، لا، لما تيجي تشتغل على حاجه زي كده وبتشتغل على فيسز او ايدجز او بوينتس، في عندك لما تختار هنا او هنا او هنا وات ايفر الاداه، عندك هنا اوبجكت اكسس، اسف موديلنج اكسس. في الموديلنج اكسس عندك هنا حاجه اسمها اورينتيشن، لو انت عملتها على الاكسس هتفضل زي ما هي كده، لكن لو انت قلت له مثلا نورمال اهي، اعمل بقى كده الدنيا معانا زي الفل. تمام، رايت كليك اكسترود، اكسترود انر يا ربي، وهن اكسترود دي كده، ورايت كليك وهن اكسترود لتحت. تمام، لو جينا عملنا كده هنلاقي الدنيا ظبطت. طب ما نظبط اكتر من كده بقى، ايه الظبطه اللي اكتر من كده؟ نقوم رايحين هنا كالعاده، عايزين ندي الشكل، رايت كليك لوب باس كات اقفل، تعالى هنا هنروح هنا كده و كليك، والناحيه التانيه وكليك، وهنا وتحت برضو ناخد كليك. كده الدنيا زي الفل. لو جينا عملنا كده هنلاقيها تمام. عايز تخلي ده شارب شوية، ممكن اخد قط هنا، بس مش هيبقى شكله حلو يعني. لا والله شكله ظريف ابن حلال، ممكن حتى ناخد كمان قط قبله هنا كمان. بالمره ظبطنا دي. دي فاضل فيها حاجه بسيطه قوي، هو الفيس اللي معمول عليه سيلكت ده، رايت كليك وقول له بس اكسترود انر بس كده. بس خلي بالك عشان ما يدخلوش على بعض بس. فكده خلاص الدنيا ظبطت. نيجي على ده من جوه، افتكر هيبقى ما فيهوش مشكلة. تمام، هنحتاج نعمل رايت كليك ولوب، لوب كات هنا كده.
كل اللي فاضل بس الايدج دي، لان واخده الشكل الراوند اللي احنا شايفينه. طبعا مش هينفع هنا اخد لوب كات تانية، فانا هسلكت الفيسز ورايت كليك اكسترود انر، حتى عشان اوريكم اهو هكليك دي واقوم عامل دي كده، تمام. اصبحت عندي بالمنظر ده. زي ما قلنا، لو انا حابب اريح التنجنز شوية، ما افتكر ان احنا ممكن نعمل هنا رينج سيلكشن، بس رينج سيلكشن على الايدجز اهو. وكالعادة هقوم ضاغط على ام ام كده، اللي عملت كده اهو الاوبجكت بتاعي مظبوط، مفهوش اي تنجن خالص من هنا. فاضل وحداية بس اللي عايزة تتظبط، اللي هي دي. هرجع للسلندر واقفل ده. مبدئيا كده لو جينا فتحنا كده هنلاقي هنا ده كيرف، فانا كده محتاج قط، رايت كليك لوب باث قط، وعايزين قط هنا واحد تاني تحته. ممكن نعمل السيمتريكال قط ونروح نشوف اهو، بدأت تبقى شارب. الاي جي دي عايزين لها قط، بس الاول نعمل كده عشان نبقى شايفين الدنيا. عايزين ايوه القط هنا كده، نكليك عشان نحط القط، ناخد ادي واحد، وهنا كمان عايزين كمان واحد اهو عشان تبقى شارب. لو جينا عملنا كده هنلاقي الدنيا ظبطت. هناخد واحد كمان فوق دي كده عشان يشاربن دي، وبرضه هنا عايزين كمان واحد. بصوا لو حتى انا ممكن ما اقفلش ده، يعني ممكن افضل ماشي على الايدج كده لغايه ما هو هيقلب مني لوحده، يبقى انا كده وصلت للاخر. فاحنا خلينا كده و نكليك هنا بحيث ناخد شاربن. في هنا كمان شاربن عايزين نعمله، بس تعالوا كده نشوف هنعمل ده ازاي. لو انا جيت عملت كده، يعني عايز اشاربن دي سنه، فممكن هقف كده واقوم شوف بس القط بتاعنا يبقى عامل ازاي اهو. هو هيبقى هنا كده كده. لو جينا عملنا كده هنلاقيها بقت بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. الموديل بتاعنا بقى كلين، بقى نضيف. لو رحنا جينا عملنا جرات شيدنج هنلاقي الموديل بتاعنا فعلا كويس، ما فيهوش تنجنز، ما فيهوش اي حاجه، الدنيا فيه كلها سموز. يمكن حبه التنجنز دي ليها علاج، بس هخليها في حاجه اكبر من كده. لو قفلنا ده هو علاجها هنا. فيها معناه لو رحنا للسايدز، رحنا للبوينتس، رايت كليك سلايد، هناخد دي بس سلايدها لتحت شوية، ودي نفس الموضوع، ودي نفس الحكاية، تمام. برضو هنا هاخد دي تحت شوية كده، عشان هو الفكرة بس ان انا بوسع له الكيرف، لان فعلا لما بيبقوا قريبين من بعض فعلا بتعمل المشكلة اللي احنا شفناها من شوية دي. نفس القصة هتبقى هنا. ممكن ارحل، اوبس ده لا ما يترحلش كده، هنرحل اللي تحت دي شوية، ودي نفس الموضوع، وهناخد دي كمان ناخدها تحت شويتين وهكذا. لو جينا فتحنا ده وجينا عملنا ديسبلاي جروت شيدنج هلاقيت اهو، بصوا بدأ فعلا التنجن يروح. انا عندي فوق هنا تنجن تاني، تنجن يعني شد، انا عمال اقول كلمة تنجن 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 يعني شد. هنقفل دي افتكر
تنجن. لا لا ده كده، ده كده مفهوش حاجة، ده كده الدنيا تمام. يمكن عشان هو جه مننا شارب شارب شوية، ممكن حتى نريح البوينتس دي على فوق شوية كده. تمام، السلايد دي والله أداة، أداة بنت حلال يعني. تمام، وأفتكر بدأ يريح شوية، بس طبعا عندنا شوية حاجة تانية مش مشكلة، كده كده هيقابلنا الكلام ده، الكلام ده كله تاني. لكن كده عملنا موديل فيه شوية ديتيلز كويسة قوي، ممكن نزود لو احنا حابين. تمام، ممكن على سبيل المثال مثلا هعمل سيلكت رينج سيلكشن وسيلكت دول واخد دول. تمام، هعمل ام ام عشان يكون نكت بس. بعد كده هسيلكت لوب سيلكشن واقوم عامل سيلكت على دي. انا عايز اعمل من دي اتنين ايدج من غير بيفل، طبعا ممكن بيفل بس ممكن حاجه تانية. رايت كليك وسلايد الايدج، الايدج سلايد، ممكن اقول له هنا حاجه اسمها بريزيرف كيرفيتشر وكنترول واعمل كده، هتلاقيها ماشيه مع الكيرفيتشر بتاع الاوبجكت بتاعك. وانا هاخد دي مثلا كده فوق شوية وكنترول تاني واخد دي سنة كده زي ما كنت عملت كوبي بالظبط. روح على الفيس مود سيلكت لوب سيلكشن ونسلكت اللوب ده، رايت كليك اكسترود وناخده اكسترود لتحت. طبعا لو جينا عملنا كده هنلاقي التفصيلة دي. طبعا كالعادة select loop selection edge اللوب ده كالعادة يعني، عشان برضو نبقى عارفين shift مع ده shift مع ده shift مع اللوب ده الأربعة دول. بيفل بس كده، تمام، خدنا التفصيلة اللي فوق دي. هرجع تاني للسلندر، بس كل اللي انا هعمله المرة دي ان انا هاخد الايدج دي شيفت مع دي ودي ودي، وكل اللي هعمله بس عشان اوريكم هنعمل حاجة حلوة قوي، ان انا هقول له الاكسس ممكن بقى كده اكسس ممكن نورمال. تمام، افضل النورمال وهقوم جاي انزل دي. عشان ناخد تفصيلة زي دي كده يعني، وهكذا طبعا في باقي الموديل. يعني ممكن اخد قدامها الناحية التانية وليكن هاخد دي شيفت مع دي مع دي مع دي مع دي مع دي مثلا. تمام، وهروح للموف تول، هروح للاكسس زي ما احنا شايفين، مره موديل هتمشي نورمال هتمشي، مره اكسس هتمشي. المهم تمام، اخد دي برضو لتحت سنه كده وهكذا في الباقي لو انت حابب تكمل. ده كان مثال سريع على البوليجونال موديلنج، او ازاي ان احنا بنستخدم التولز بتاعه الموديلنج. احنا استخدمنا تولز كتير قوي. طب التولز الكتير قوي، في نقطه الفيس ده كبير، سيلكت رينج هات دول ام ام افتكر كفايه، وده ام ام يعني اللي هو يعني حاول تخلي الفيسز
اقصر يعني اقصر على اقصر ما تقدر يعني ما تخل يعني ده مثلا كده طويل هضغط كمان بحيث اريح الموديل تمام لان الموديل لو في فيسز لو في فيسز كتير طويلة او كبيرة هيبقى في تنجان كتير جدا لكن كده زي ما انت شايف الموديل بتاعك سوليد مرتاح الدنيا تمام مفيش عندك اي مشكلة. تعالوا بقى نعمل الشورت كاتس اللي احنا كنا اتكلمنا عليها. هروح لويندو كاستمايز واقول له كاستمايز كوماندز ومنها اقول له نيو باليت اعمل لي باليت جديدة. اكتب بقى تعال هنا قول له انا عايز الاكسترود اكسترود ادي الاكسترود اسحب ارمي طبعا رايت كليك على طول كده عشان ننتهي واقول له ميديوم عندي بعد كده اهي اكسترود انر تحتها ادي اكسترود انر عندي اختهم اللي هي البيفل اهي ادي البيفل طب دي ادوات الاكسترود ممكن اقول له هنا انا عايز جروب سيباريتور عشان احط فاصل تمام كده مثلا اهو جروب تاني ناخد واحده تانيه اللي هي مثلا اللوب باس كات دي ادوات الكات مثلا وناخد بعد كده عندنا اللاين اهي لاين كات اسحب اللاين كات عندي بعد كده البلان يمكن ما استخدمناهاش النهارده اللي هي البلان قد طول طيب ناخد حته جروب تاني سيبريتور تاني بننظم بس البلد بتاعتنا ادوات الكونكت عندي السلايد تول السلايد تول دي ادوات الزحلقه عندي الكونكت بوينت ايدجز عندي الاوبتمايز عندي بعد كده الكلوز بوليجون هول ما استخدمناش النهارده اللي جايه دي اللي هي ستيتش اند سو عندنا ايه تاني بس طبعا فيما يستجد عادي يعني هناخد برضو حتة جروب سيبريتور كمان واحد وكان عندي ادوات السيلكشن اللي هي اللوب سيلكشن وعندي رينج سيلكشن تمام وهكذا طب انت خلصت تعمل نيو باليت 2 3 ان شاء الله تعمل 7000 باليت مفيش مشكله خلصت ظبط الباليت بتاعك امسك من الهاندل اللي في الجنب ده مثلا هات الباليت مثلا وحطها هنا ممكن حتى اعمل دول سمول لو مسكت من حاجه زي دي عندك الباليتس الادوات بتاعتك تحت بدل ما كليك يمين وتدور اهي طب عايز تعدل مفيش مشكله خالص كوماند كاستمايز كوماند تكتب اللي انت عايزه وتسحب ترمي في البلد عايز تعمل بلد جديده اعمل بلد جديده لكن ده الموديل بتاعنا وده اللي احنا عملناه واشوفكم في المحاضره اللي جايه ان شاء الله هتكون أجمل من دي بكتير